شنو نقول يعني مع الاسف احنا متاسفين بزاف لهاد يعني النتيجه ومتاسفين اكثر فقدان اللاعب ورا لاعب هذا بالاخص لان اللقاءات ديال الكره فيها خساره وفيها هزيمه ولكن المشكل الكبير بالنسبه لنا هو فقدان اللاعبين اللي هما مهمين في دي بوست اللي مهمين كما قلت نحاولوا ما امكن نعملوا بشكل كبير وندوبليو في لي فور ديالنا باش نسدوا هذا الخصاص هذا ولكن في ظرف ديال اللاعبين بقيمه كومارا بقيمه داري بقيمه لاعبين اخرين لا بابا توندي لان بابا توندي انا ما تنقول بابا توندي لعب لقاء ديال لي فاخ وهو عنده نفس المشكل ديال الركبه ديالو نحاولوا ما امكن باش هاد داركوا هذه الفتره كما داركنا الفتره اللي قبل منها وفزنا بثلاثه لقاءات اليوم متابعين خصنا ضروري الان باش تضاعف الجهود باش نسدوا هذا النزيف هذا اش نقول لك نقدر نقول بين قوسين بريكولاج ولكن يعني الله يكون في العون على اللاعبين اللي مروا فتره طويله هما تحققوا نتائج كبيره احنا بجنبهم مقابله تقدر تربح فيها تقدر تخسر فيها المهم اللي كان بالنسبه لنا هو نتفاداو الاصابات تفاديناها في بني ملال وكنا تنظنوا بان رحنا هربنا من اللقاء ديال بني ملال ولكن التداعيات ديالو كانت لها واحد يعني تاثير كبير بالنسبه لنا.